وكلكم سمعتم عن اللي بيحصل في العالم من مخالفات، من قتل، من اضطهادات، من إساءات، ويعلنوا ما يريدوا بطرق متعددة، والعالم يمشي في طريق الهلاك، ولكن الله يمهل ولا يهمل، فهو طويل البال، طويل الروح، صبور. عشان كده قال لنا تأنوا على الجميع، واحنا بنتأنى وبنشوف اللي بيحصل في العالم كله، ان كنا نستطيع ان ننذرهم ننذرهم، وان اللي ما يقدرش ينذر يصلي، ويصلي من اجل توبتهم ومن اجل خلاص نفوسهم وعودتهم الى حظيرة الايمان. عشان كده ربنا باستمرار بيقول لنا تأنوا على الجميع، ومن أجل أنكم بتتأنوا على الجميع لا ندين الذين يقعوا في الأخطاء، بل نصلي من أجلهم ونرفع طلبات باستمرار من أجل خلاص العالم وخلاص البشرية وخلاص كل الشعوب. مش نصلي من أجل اللي نعرفهم بس وحبيبنا، نصلي من أجل كل الناس حتى الذين هم واقعين في خطية ونعرفهم. وطبعا إذا كنا بنتكلم على فضيلة التأني لطولة البال، تلاقوا أن كل الفضائل مرتبطة ببعض. طويل البال هتلاقيه صبور، هتلاقيه رحيم، هتلاقيه غفور، هتلاقيه مصلي، هتلاقيه وديع، هتلاقيه متواضع. كل الفضائل، كل فضيلة تسلم الفضيلة اللي بعدها.